الجواز والعطاء من أجل طيبك ذريتك تعيش. لو يسعف الكلام. روجينيا، هل العمر يفر ولا يعود؟ فلا تضيعي آمالك الحلوة وأنت سكينة جدران. كل يوم عليك تضيق وتضيق. ترفضني؟ بل أنت أخطأت الطريق. أي طريق؟ يا مليك ما تظنني أكون. أنا عندما أحببتك أحضرت فيك وطنا في ثوب الجديد، أحضرت فيك بطلا يحطم أصحاب القلوب السوداء، يوقظ الفجر ويزرع الحب ويكسر قيد الفقير. من أجل عزة طيبة وقفت بجوارك بلا مصير. ماذا تظنني يا مليك أكون؟ بقلبيني أشوق الهوى وأحلام الجبال، وعلى شفاه مني ألف نداء ونداء يتلقف كالأشعار اشتهاء لفارس الأحلام. ذلك أن يا مليكي ما زلت أحيا ربيع، غير أنه كان هناك نداء يسمو على كل نداء، أشرف من أي نداء، لوطني غالي، لداري كبيرة. وكان علي أن أختار، وإذا بطيبتك هي فارس الأحلام الذي انتظرت أن يأتي إلي يوما من بعيد. كان يا مليكي فأنا لم أخطئ الطريق، ولكني فعلت ما استطعت كي لا تبقى وحيدا. أنت لم تعلمين حدود بواك. لأيقنت أني صادرت طوال العمر وحيدا. تدهشني أنياب لم يعتدى بشر. باطل كل ما تفعلين من أجل روجينيا. لا تحاولين. لأنك حرمت لا تفعل رأسك. اصمتي. والتي حالتك تمتاز فيها. كلا فأنت لا تدرين أي ويلات أعيش. أحملت من الحب ما تطيق أن تراق عاشقا مجروحا. مستحق البيوت لو أستطيع. أي شيء مطيب وعظيم ما يستطيع. أي حقد تطوي لي في الدروب. كلا أنا دفع. إني أحبك. مش هسألك عن شهيرة الزوجة، لكن من وراك هسأل شهيرة عن محمود ياسين الزوج. سمرت الفنانة شهيرة. أول لقائك بمحمود ياسين كان من خلال عمل، لكن أول مرة عرض فيها عليك الزواج كان إمتى وكان إزاي؟ مش فاكرة يعني هو إزاي، لكن يعني الشكل اللي كان واضح بيني وبينه ان احنا يعني طبعا الحب اللي بيننا طبعا هينتهي بالجواز. يعني ده زي ما تقول ان ده كان وارد من غير يعني ايه تلاقيني. عشان كده مش فاكره هو اول مره يعني ايه. هو بيبقى الواحد بيفتكر امتى؟ لما يكون مثلا مفيش علاقه عاطفيه، وبعدين الانسان بيتفاجئ ان في انسان بيتقدم له عشان يعني يطلب منه الجواز. لكن انا ومحمود عشان كنا بنحب بعض فعارفين طبعا ان احنا يعني هنتجوز، بس مش فاكره يعني ما كانش بالصوره التقليديه بتاع خطبه وكده. لا بس كان النهايه السعيده بتاعت فيلم العربي في ذلك الوقت. بالظبط كده. اكبر عيب في محمود ياسين كزوج ايه؟ وبصراحه وانت مش راضيه بصراحه كزوج؟ العصبية. ازاي؟ يعني من كتر ما تعبانه في الشغل يعني هو الاول يعني اول ما اتجوزت ما كانش عصبي، لكن طبعا يعني حضرتك عارف ان شغلتنا بتعتمد على الاعصاب، فمع الوقت بقى عصبي يعني شويه. يمكن هي يعني ما فيهوش اي عيب خالص في الحكايه كزوج يعني. مو انت كزوجه لو سمحتي وبدون يعني ما نخافي كده ما حد سمعنا ولا اكبر عيب فيكي في نظري العصبية برضه. مدام شهيرة، بعيدا عن الحياه الزوجيه اسالك سؤال في الفن باعتبارك فنانه وباعتبارك زوج فنان. محمود ياسين نفعك في ايه وظلمك في ايه؟
اتكلم على نفعي الاول ولا ظلمي الاول؟ على حسب هو نفعك اكتر ولا ده ظلمك لا زي ما حضرتك عايز. لا هو يعني هو من ناحيه الظلم هو محمود ما ظلمنيش، ولكن اقدر اقول لك ان ظروفي او وضعي كزوجة نجم كبير خلت البعض يعتقد ان عشان محمود بيمثل انا امثل. في يعني ما بقولش الكل، ولكن برضو بقول البعض نسي او ما يعرفش ان انا خريجة مع تمثيل، وما يعرفش ان انا اول مرة في حياتي قابلت محمود كان امام الكاميرا، وكنت اياميها لسه سنة اولى مع التمثيل، وقابلته في فيلم اسمه صور ممنوعة اخراج الاستاذ منكور ثابت. كان محمود ممثل بالمسرح القومي اياميها، كان عامل الجبارة، وكان مشهور يعني كممثل مسرحي، وكان هو برضو لأول مرة بيقف امام كاميرات السينما، وانا كنت لسه طالبة سنة اولى بقف امام كاميرات السينما. في اليوم ده يعني عرفنا بعض بقى وجوز. طب وده نفعك في ايه؟ هو الحقيقة انا لما اتجوزت كنت طبعا طالبة زي ما قلت، فقعدت يعني في البيت ما وصلتش بقى عملية الاحتراف اللي انا بدأتها بالفعل في السنة الاولى في الفيلم اللي قابلت فيه محمود ده. فكنت يعني محمود بدأ يعني يحط رجلي على سلم يعني، وبدأ يصعد. فيعني انا تخيلت يعني ان صعب ان انا امارس مهنة التمثيل واكون طالبة واكون زوجة في نفس الوقت. فيعني اكتفيت بان انا اكمل دراستي في المعهد واقف جنب محمود يعني على ما ربنا يعني يوفقه يعني. وبالفعل لما ربنا وفقه وكنت في الوقت ده تقريبا خلصت اتخرجت من المعهد، وكنت خلفت بنتي راني. بعد حوالي بقى كان ده تقريبا خلال 5 سنين، بعد ال5 سنين محمود احس ان هو من واجبه ان هو يقف جنبي بقى كفنان، فبدا يعني ينتج لي الافلام اللي انا يعني لو اكبر منتج في البلد يعني ما كانش ممكن يحقق لي جميع الامكانيات الفنيه الكبيره عشان يوضحها لي في فيلم، بحيث اطلع بالصوره المشرفه اللي هي طبعا يعني الجمهور عرف الحمد لله. الافلام اللي انا بعملها بنجح فيها وباخد عليها جوائز من النقاد ومن الدوله وكده الحمد لله. بتدخلوا في الشغل بعد يا مشاهير؟ طبعا بندخل الشغل بعد. طبعا انا ساعات بيبقى لي راي معين يعني في دور هو بيعمله، او مثلا في سيناريو يعني لسه ما تمش تصويره، وهو نفس الشيء يعني طبعا طبيعي يعني كاثنين فنانين متجوزين لازم يقول لهم راي فيه. وشغل البيت بيساعد فيه ساعات ولا ما عندوش اي وقت ليه؟ الحقيقه محمود مدلعني خالص يعني يمكن لما اقوم اعمله في مجال القهوه هو رقيق جدا في ناحيتي، يعني يا ريت كل الازواج يبقوا برقه محمود مع زوجاتهم. انا لو عملت له في مجال القهوه ده يبقى شيء بالنسبه له كبير قوي، ولو انا يعني اقول لك يعني مثلا يمكن يعني لو مثلا ما فيش حد يفتح الباب يعني مثلا، او انا اقوم ممكن هو يقول لي لا خليك انت يعني تبقى لمسات بسيطة لكن هي معناها تبقى عظيمة.